توفى في حوادث جانفي بتاع الخبز، وما عمل حد شيء، وما خاتيه قدام الدار ضربوه الحاكم، ضربوا الباب، خلي لي وليد عمره 5 سنين مرض راجلي برشا، عمل برشا عمليات وسلبي المرض، مرض خايب. معايا ولدي صغير خليه، وليت ندور من دار لدار، نكري في الديار منقوبة، وخدمت برشا في الديار، ورجلي توفى الله يرحمه، وقعدت أنا ولدي صغير نعاني فيه وحدي. أنا عمري 18 سنة وقت توفى رجلي، وتو عمري 51 سنة، وعندي وليد، والوليد كبر وعرس له، وظروفه تعبة وأنا تعبة، ونفرض كان جابوه حي من نتصور اللي وقت اللي تقتل راجلك. تجمش تحكينا بالضبط شنية الظروف اللي تقتل فيها وشكيتوشي ثماشي شكون ظهر لك حقك؟ لا ما جاني حتى حد تضرب قدام الباب. جاني وكيل جمهورية بالوقت، شاف البلاصة اللي تضرب فيها، تخلي للدار، كي هزوا راجلي في الكياس منعوهم، قالوا لهم خليه يموت، ما تهزوش، ما تمنعوش من الموت، قالوا خليه يموت في الكهرباء ما تهزوش. وواحد من جارنا هزوا بالكهرباء، قالوا عليه خلينا نهزوا ننقذوه، دم فايض عليه من ساقيه وساقه مشيت معناها الفخذ كامل ولا هكا كبروا، قالوا لا خليه يموت في الكياس. قالوا انا باش نهزه وانت تحب تضرب اضرب. هزوا للسبيطار، هزوا الخير الدين، خير الدين عطوه امبيلونس وهزوه العزيزة عثمانة. عزيزة عثمانة غادي قبلته وعملت له العمليات وزادوه الدم، اما ديما قعد مريض من 5 أشهر ساعة في عزيزة عثمانة. كل يوم نمشي الصباح من عزيزة عثمانة الكرم، كل يوم نروح على ساقية، ما عنديش امكانيات، وكان فقر وكان العباد محتاجة، وانا صغيرة خلاني نمشي ونجي كل يوم، وولدي عند حماتي، وبشوية بشوية اللي روحت بيه بعد 5 أشهر روحت بيه للدار، وتوفى بعد 4 سنين، توفى 3 سنين ونص، عملته مرض خايب. رجلي تطلع له أمبولة في جنبه، منا أمبولة ومنا أمبولة، وتتفلق تولي بالمادة، والمادة ذيك اللهم عافينا وعافاكم الله، تولي كيما الدود الأبيض يخرج منه. رجلي داود في الدار، رجلي داود في الدار، وأنا اللي عانيت، معاني حتى حد معايا، انا عانيت وخدمت عليه هو في الديار، وانا خدمت وخلالي وليد عمره 6 سنين جمعة، ولدي يقرأ في قسم الأول، وخلاه لي وكبرت الوليد وربي يرحمه. تفضل اخذ بعضمك واعطي انت زادة شوية من الشهادة اللي عشتها، كيفاش قلت الوالد وكيفاش عشت هالمحنة هذه. السلام عليكم، أنا ولد شهيد حبيب بن إبراهيم. حسيلو مش باش نطول برشا، الحمد لله عندي أمي. ولدي مش معاش من بوه، ولدي ما عايش حتى نهار، بابا يعيط كان ورحمة بابا، أقسم بالله. كي نسمع توا بناتي يقولوا بابا نفكر بابا، أمي نظلت على نظلت عليا، والحمد لله. لطيفة شنو طلباتك انت؟ شنو طلباتك لطيفة؟ جبر الضرر، جبر الضرر، قرب لها الميكروفون، تعاونوا امي، تعاونوا امي خاطر تعبت على خاطري برشا، تعبانه ولدي بطال، وين يمشي يرفضوه، وين يمشي ما يقبلوش في الخدم، ولدي ما يخدمش وعنده 3 صغار الناس كل تعرف. شتطلب يا لطيفة؟ شتطلب؟ نطلب جبر الضرر، جبر الضرر على الأقل لولدي وأولاده. أنا ما عادش الحمد لله اللي ريتو يزي، ما ريتش بها يا الحمد لله يا ربي. الولدي كهو ما نحب شيء، كيما أنتم عندكم الكباد وتعرفوا، الولدي وأولاده نحبوا يعيش، على الأقل ما عيشتوش أنا أبوه بالقدي، على الأقل ياخو حاجة يعمل بها الوليدات، وما نحب شيء أنا لي ولدي على الأقل يعيش بالقدي.